اهلا بيكم في قناة ميمي تاروت. رسالة الشخص اللي في بالك ليك دلوقتي، حروف اسم الشخص اللي في بالك هتكون موجودة قدامك على الشاشة او في صندوق الوصف باليوتيوب. صندوق الوصف اضغط على عنوان الفيديو، ده بيكون صندوق الوصف. اذا كنت جديد في القناة لو سمحت اشترك واضغط على زر تفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد في القناة. وللتواصل او لطلب قراءة خاصة لينك الباتريون وكل طرق التواصل موجودة في صندوق الوصف باليوتيوب تحت الشاشة. كمان تقدروا تتابعوني على الانستجرام، فيسبوك، تيك توك او القناة الرسمية باسم ميمي تاروت بالعربي بالانجليش. خلينا نشوف ايه رسالة الشخص اللي في بالك ليك دلوقتي. كيف نشوف الطاقة بتاعتكو. هو مفيش تواصل بينك وبين الشخص ده، اوكي، بس ممكن يكون لحد فيكو تخاطر، وهنا انت لحد فيكو انت هنا بتعمل جلب او بتعمل جذب للشخص ده وهو تعبان فارحمه، يعني كانه بيقولك ارحم امي العيانة، يعني هو اللي فيه مكفيه. فانت هنا زي حد بيعمل تخاطر للحبيب او بيعمل جذب للحبيب. العلاقة فيها تواصل روحي فقط، ولكن لا يوجد تواصل مادي او تواصل فعلي بينك وبين الشخص ده، اوكي. طيب خلينا نشوف ايه رسالة الشخص ده او الشخص اللي في بالك ليك في الوقت الحالي او في الطاقة الحالية. ترى عايز او حابب يقول لك ايه. عارفين بحبك وحشتيني، كأن الاغنية دي ما بوتلكو من الشخص ده. الشخص ده على فكرة بيحبكوا جدا، بس انتوا ممكن تكونوا بتتعاملوا مع حد عنيد او حد عارفين كده عنده عزة نفسه، مش عزة نفسه، لا مش عزة نفسه، اللي هو مغرور. مغرور، عارفين انت مغرور، انت بتتعامل مع شخص ممكن يكون مغرور شوية. مشتاق ليك قوي على فكرة، انت وحشته جدا جدا جدا. بالنسبة له انت العالم او انت حياته. ثانية واحدة، انت العالم بالنسبة للشخص ده، انت كل حياته. كأنه بعت لك برضو اغنية تانية، حاسة ان الشخص ده عايز يتواصل معاك بالاغاني او كده. في اغنية بتقول ولا اي كلمة حب تقالي في يوم ما بين اتنين تسوى حلاوة كلمة منك قلتها لي. عارفين الاغنية دي لعمرو دياب، عيد كده وعيد قلت ايه كده تاني وتالت، انا طبعي او قلبي كله حنين ولا يطفي نار حبيبي غير لو وعدتها لي. اسمعوا الاغنية دي بغض النظر عن الكلمات اللي انا قلتها ممكن جدا تكون غلط، بس هي اغنية لعمرو دياب. ولا اي كلمة حب اتقالت في يوم ما بين اتنين. اسمعوا الاغنية دي وهتلاقوا ان الشخص ده بعت لكم رسائل من خلال هذه الاغنية. عايز يتجوزك اهوت. الكتوم او ابو الهول بتاعك ده او الشخص اللي ما بينطقش معاك ده عايز يرتبط بيك انت. هو بيفكر فيك كتير قوي قوي، ولو انت بقى فعلا بتعمل له تخاطر وجذبه وكده، فتأكد ان الطاقة دي وصلت للشخص ده وان التخاطر اللي انت عملته له وصل، والشخص ده عايز يكون معاك في علاقة حتى لو في طرف تالت بينك وبينه. هو حابب معاك الزواج، حابب معاك الارتباط، بغض النظر ان دي ممكن لكتير منكم تكون علاقة ثلاثية، لكن الشخص ده عايزك في حياته، عايز يرتبط بيك، عايز ان انتوا الاتنين تكونوا سوا. واعرف كويس جدا ان من طباع الشخص ده ان هو يستفز غيرتك ويختبر غيرتك، ويحب ان هو يشوفك وانت متعصب او انت متضايق او انت بتغير، بالذات لو هو اللي عنده الطرف الاخر يعني او كده. فهتلاقوا ان ده حد بيختبرك او بيستفزك من وقت للتاني، فده طبعي فيه عشان تبقى عارف، وتقريبا مش هغير الطبع ده، لكنه عايز يرتبط بيك، اوكي. ابراج النارية، الميزان، كل طاقة الابراج كلها موجودة، بس الابراج اللي موجودة تحديدا الحمل، السرطان، الميزان والميزان مرة تانية، والابراج النارية والهوائية. نقطلكوا كل الطاقات الترابية وبرج التلو، عفوا برج الحمل، برج الحمل، اوكي، وبرج الميزان. ماشي، شكرا ليكم اللي كانوا معنا في الدمرة دي، واشوفكم ان شاء الله على خير بفيديوهات تانية. متنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد في القناة. وللتواصل او لطلب قراءة خاصة لينك البيتريون وكل طرق التواصل موجودة في صندوق الوصف باليوتيوب تحت الشاشة. شكرا ليكم، الى اللقاء في فيديو جديد. باي باي.